المدلع الحربي سلافن بيليتش العبقري الكرواتي. في الجانب الآخر كما يلقبونه ويفضلون مناداته عشاق واحة النخيل الكوموندوز في الهلال، ويلعب الاتحاد ويلعب النصر. الاتفاق يرغب أن يصل إلى النقطة العشرين، إذا ما وصل الكرة على طول بتبعد ومحاولة وما زالت خطيرة. جول! أوهو! كاد أن يكون هدفه الأسرع من هدف فينالدوم، الهدف الذي سجل في المباراة قبل الماضية، وبالتالي نجح. لا شك الأنظار تتجه إلى ديربي جدة غدا. الآن الله الله يا كوكب الفن، يا كوكب الفن والمتعة. كرة من جديد بحثا مرة أخرى، الخطيب بيحاول وبيسدد، بعيدة بعيدة بعيدة، ذهبت إلى الخارج عن طريق نيميراي إجراي الجامايكي، سدد كرة وذهبت إلى 80 والأخيرة بدون خسارة. الآن الكرة بتصل من جديد، إبعاد ناجح من فينالدو، عادت الكرة لمصلحة نادي الفتح. الهجوم يقوده مراد، ودائما باتنا يتحرك. الآن عالي، اعتلت العارضة إلى خارج أرضية الملعب. في الجانب الأيمن تقدم من مراد على طريقة الخاصة، ومختار بيسدد، مختار علي، لكن الكرة في النهاية إلى ركلة مرمى. حاول التحرك الخطيب، ديماراي جراي يتقدم، جراي ينجح في المرور ويراوغ ويتقدم ويقع أرضا، والكرة نجح الفتح في إبعادها. يا جراي، عادت الكرة من جديد، هذه المرة لمصلحة تيو ثم الحربي. صح نص ساعة ما فيها أهداف، لكن انتظروها، نكاد نجزم أن الشوط الأول لن ينتهي حتى بأقل من هدف. المباراة فيها ثلاثة أربعة توصل خمسة، هذا طبيعي. التقدم الآن الله 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 الله، كانت إلى المرمى، كانت أفضل إلى المرمى، لكن راية قد رفعت. أم ينجح أبناء الفتح؟ بين قوسين كالعادة، سنرى الآن، سنرى الآن، الآن الآن الكرة أنقذ من خلالها. الله على التماسك يا جماعة، مدرب كبير عبقري بيليتش. مرد مع الحكم الرابع، هذه كرة أرسلت من راضي، وعودة للتغطية أكثر من رائعة من بعضية. يقدم مباراة أمام موسى ديمبلي وأمام دراي، أظهرت قدراته وإمكانياته العالية كحامي للمرمى، لكن الكويك بيرسل الآن باتجاه رينيه. الكرة بالتحضر عادت من جديد، الكويكبي يرسلها، تغيرت، إبعاد ناجح من الدفاع المكتل للنموذجي. عادت الكرة، اتفاقية هناك، هندرسون ارتقى، وهندري خطأ على هندري ولمصلحة فهد الحربي. الدوري كرة من جديد، جراي يتقدم ويتحرك الآن، ديماراي موسى، ما زالت هي، أوه أخرى، الله، لكن الراية رفعت، رفعت على ديمبيلي، رفعت على هداف الاتفاق في هذا الموسم. يتحرك، يمرر للجانب الأيمن، كويكبي يرسل كرة، الله فعلها، المركب أبحر، أبحر إلى النقطة 20، النواخذ يبحرون ويعيدون الطبع.
الفتح. عمليا 3 نقاط و20 وواقعيا اكثر من ذلك. الان هندرسون وكره من كويكبي وبالراس تسران. مارسيل كاد ان يصل لكن كرته الراسيه مرت وانحرفت، ولربما هناك خطا تم احتسابه. لا لا شيء، الراسيه ذهبت سليمه لمصلحه نادي. راحت للقائم، راحت للقائم، وفينالدو. والله الله يا ريدي، والكره ماذا جرى؟ الاتفاق فتحولت وسدد هنا فينالدو، تجلى ريدي ثم تقدم، والكره لربما نرى ريني ليك الكون. ما هي لا شيء، الكرة تذهب إلى مثل هندرسون، لكن الآن التحرك من زيلاريا ثم جانيني ثم مراد بالراس. الله الله، لقد فعلها زيلاريا، أي هدف! وفي آخر الدقائق مراد باتنا يرسلها وراسية انتحر فيها واستبسل فيها لوكاس زيلاريان الأرميني، رماها في شباك. خروج للإسباني، كرة ترسل ذكية. Johnny!